إنجازات وتفاصيل أكثر. أكيد يعني حيكون معنا دكتور علي عبيد محلل السلوك عبر الهاتف. يا هلا فيك دكتور علي. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة في العام الجديد في يوم جديد بساعة جديدة مع شباب زي الورد سلوك. أكيد شرف لنا دكتور علي أنك تكون معنا خصوصا في هذا اليوم. بس بداية نبغى نعرف كيف تفسر التفاعل الكبير اللي صار بين المغردين؟ يعني أمس كانت آخر ليلة في عام 1439 للهجرة الميلادي، والهجري يضرب معايا دائما، وكانت تقريبا تويتر 70,000 تغريدة في هذا الهاشتاج، واليوم 65,000 تغريدة. يعني تفاعل جدا كبير وما يستهان فيه. صحيح، هذا احنا نسميه اول شيء السلوك الجمعي او الجماعي. السلوك هذا يدل على يعني التفاؤل، مزيد من التفاؤل، مزيد من التخطيط، مزيد من الحيويه. الناس كلها تبغى تنجز، تحب الانجاز، الناس تبغى تكون ايامها المستقبليه افضل. وهذه هنا نقطه مهمه او نقطتين سريعه، انه دائما احنا من المفترض نستفيد من غلطات الماضي، ولكن ما نخلي تركيزنا منصب على الماضي بقدر ما هو عنه. نخلي 10% 15 20% ماكسيمم للماضي عشان نتعلم منه، ولكن دائما تكون نظرتنا للامام. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه خلينا نقول المواسم هذه، احنا مفترض كل ساعه يكون في امل جديد، في انجاز جديد، في تخطيط جديد، كل يوم، كل شهر، كل انجاز. ما يمنع انه هذه الفترات او المواسم، سنه جديده هجريه، سنه جديده ميلاديه، هذه المواسم الواحد ياخذ زي ما يقولوا يلتقط فيها انفاسه ويبدا يستعيد نشاطه بقوه وبحماس وبتفاؤل عشان يستمر يعطي طوال السنه. اي نعم ممكن في الوسط بنزينه يخلص زي ما بيقولوا ويبدا يهدى شويتين، ولكن هنا حتيجي الحماس للانجاز ثاني مره، نفسه اللي يعني استابلشت واند في نفس السنه، بدا وانتهى في نفس السنه، فبيعطيه دافع انه يكمل الين التاريخ الجديد. صحيح اتفق معك اكيد دكتور علي، ولكن بسالك عن شيء معين. بعض الاشخاص مع نهايات سنه يعني قديمه وبدايه سنه جديده دائما يجيبوا ورقه وقلم ويحبوا يكتبوا ايش حابين انهم يسووا في السنه الجديده، فهل هذا الشيء ممكن ينفع معاهم؟ هل يبدو اليوم تحديدا انهم يقوموا بهذه الخطوه كمحلل سلوك، ولا برايك ممكن ما تجيب اي نتيجه؟ والله هذا سؤال ممتاز جدا، لانك انت سالتيني هو باحترافيه عاليه. هو سلوك في النهايه، الكتابه هذه سلوك جيد عشان يزيد التركيز. احنا عندنا الانكونشس او العقل اللاواعي يفهم الاوامر المباشره المحدده اللي فيها تفاصيل المحدده جدا. الكتابه هذه نوعين، كتابه تحفيزيه وكتابه تخطيطيه. يعني والله الكتابه التحفيزيه مهمه طبعا، ما نستهين فيها، احنا نقدر واحنا افضل، حاضرين على عيني وراسي. صحيح، ولكن هو السر في ايش تكتبي وكيف تكتبي. فاذا كان فيها تفاصيل زياده، فيها خطط معينه الواحد يبغى يتبعها. انا عن نفسي انا يعني شويه ما بقول هذا، لكن عمري 40 سنه يعني تقريبا، العمر كله بس الى الان والله بكتب. يعني انا اقصد انه مو غلط، بالعكس هذا سلوك جيد. المهم انه نعرف احنا ايش نكتب، ما نكتب فقط عبارات تحفيزيه، بل بالعكس نكتب مزيد من التفاصيل، مزيد من الخطط، يسموها الاكشن بلان، نربط التاسك تو دو اللي احنا لازم نعمله بتاريخ معين. لانه اذا احنا ترى بصراحه اذا احنا قعدنا نكتب وما نسوي اي انجاز، في النهايه حنعرف انه هذه من غير قيمه. صحيح. لكن اذا احنا كتبنا شيء واقعي وفي تخطيط ونقدر ننفذه، بالعكس هذا حيكون هو الوقود او الفيول حقنا انه احنا نستمر في العطاء، نستمر في التفاؤل، ونستمر في اهم شيء انه احنا نستمر. احنا عيبنا انه احنا نسوي الشيء وخلاص نسيب ونوقف وننسى. المحافظة على الاستمرارية. يس برافو عليكي. اصعب شيء انك انت تستمري في الاستمرار زي كذا، مو انك انت مره واحده ولا تقلد الناس وجيف اب بعدها وتبطلي. لا بالعكس استمري وخليهم يكتبوا مزيد من التفاصيل. التفاصيل المهمه، مو واحد بس يبحث على نفسه نقعد نقول احنا نقدر وما احنا. لا نقدر وكمان تفاصيل. اكيد اتفق معك في كل اللي بتقوله، وتحديدا عن تجربه شخصيه. انا جربت هذا الشيء بنفسي بس قبل سنوات، يعني ما اقدر احسب صراحه من متى، ولكن فعلا نفعت معايا هذا الشيء، وانصدمت بعد نهايه هذه السنه
بالاشياء اللي انجزتها بدون اصلا ما رجعت لهذه الورقه او شفتها. لانه السلوك يقود السلوك. صحيح. برافو صحيح. عليك، انت سويت السلوك، خلاك تطلع السلوك ثاني مرغوب فيه. اكيد. شكرا لك دكتور علي عبيد على هذه التفاصيل محلل السلوك، اتمنى انه الناس يبداوا يستوعبوا ويفهموا ويركزوا، خصوصا الشباب والبنات، يعني المستقبل قدامكم والطموحات ابدا ما تنتهي ولا تخلص، ابداوا ركزوا وشوفوا ايش الاشياء اللي انتم تتمنوا انكم تحصلوا عليها بالمستقبل، وركزوا على عملها، وصدقوني ما في شيء صعب ابدا، ونيفر تو ليت، ونروح